عادةً قاع يزيد في رمضان. أنا عنه بعض ما يطلع في رمضان. في رمضان يزيد تزيد السعر. عاد مألوفة قاع عند الناس. في رمضان يزيد السعر. في رمضان كيف زاد؟ دورني نقول لك اقبال الزباين عليكم انتم الكليان الزباين مركان وعاد ياسر والله قد ومدري ايش الكليان من عندكم اجواء بشكل عام رمضان تكلمت عنه اتكلم عن اجواء شفت رمضان اجواء في المرصة يومي وبس قاعد ياخذ ركز معي اكثر خضرة استعمال اللي يقولوا له كاروت وطماط كاروت وطماط هو اكثر استعمال عند الناس اكثر استعمال عند الناس ويتربهم الشيء يقولوا له البافرو هذا ايش بافرون خيار بطراف أكثر شرام كما قلت شوف السوق هنا شبه بداية الناس في رمضان يقال لا نهارات ودولي اثنين ثلاثة ورا نهارات الأخرين قليلة رجع للسوق وصورته الأولي الناس تغير شرائها الناس تغير شرائها بعد تغير الخضرة اللي في رمضان تغير البضاعة تغير شراء الناس تغير البضاعة نظرة كان إقبال الناس لا أول النهار من عندي للثانية إقبال الناس لا أول النهار من عند الثامن الصباح إلى الثاني الثالث وانتم مسيرين زبناهم تعامل السعر اللي تبيعوا للناس به ماله بالسعر المناسب للخضروات السعر المناسب للخضروات والله يولي نبيعوا به للزبناء برا ب 300 كنيه بخير ب 400 كنيه والله كامل واعر انا قاعد ما ابرو والحب كيلو ب 12 100 خيار 800 وشعله ومتنا اسمع مش خالك شهر وتوات كده الحاجه 800 رمضان زين ان شاء الله والخضره نزاد الاقبال عليها وفي نفس الوقت اللي هي واعره ما هي الصيف اللي قد الناس تقوله وعارت على المواطنين درجه عاليه حتى انا منكاتهم يشوفونها منكه في السوق هنا تياها بعض الخضره الاخرى اللي زاد سعرها حتى على مستوى الناس قبلت على السوق بشكل كبير على الاقل في النهار الثاني قاعد بدا الناس تخف حتى اليوم اللي اخف من الناس متناول المواطن لا يوم متناولنا نحن مولي رمضان بومبوتر 220 وكاروت ب 300 وتماتة ب 350 وش ينقال لي؟ ب 400 بتراه ب 400 بافرو ب 500 وقية بافرو ب 500 وقية مالك تبيعه انت وهذا هو عاد اصفر هذا اصفر ينباع ب 400 وقية عدته هو واعره كامله واعره لان احنا واعره للمستهلك